مرة تانية نكمل فقراتنا ونروح لفقرة الأخبار المحلية والعالمية وكمان فقرة أخبار محترفينا في الخارج. البوابة نيوز لجنة المسابقات تأجيل لقاء المقصة والأهلي في الدوري. اليوم السابع اتحاد الكرة يستعين بعربة متنقلة لتطبيق تقنية حكم الفيديو. سوبر كورة، اتحاد الكرة يضع شروط للمشاركة في السوبر العربي. الفجر الرياضي، اتحاد الكرة يقلل من أزمة أجاري ويتعهد باسترداد أمواله. بوابة أخبار اليوم، أجاري يتابع صلاح في لقاء ليفربول وتشيلسي. وزير الشباب والرياضة يبحث مع خبراء أجانب تطوير منظومة الطب الرياضي في مصر. المسا، بعد الميران الأول طولان يلغي لقب نجم في فريق الاتحاد السكندري، تعليمات بالجدية والروح العالية استعدادا لمواجهة دجلة. الشروق، طولان قيادة الاتحاد مثل الذهاب من الدار للنار. الوطن سبورت، المقصة يكشف حقيقة طلب خوض السوبر المصري السعودي بدلا من الأهلي. 1-3، فرج عامر يصرح سموحة لن يبيع أي لاعب في يناير. سكاي نيوز، مورينيو لبوجبا لن تحمل شارة القائد مرة أخرى. أس، ميسي على أبواب مباراته 700 مع برشلونة. سبورت 360، الصحافة الكرواتية تهاجم رونالدو وتوجه له تهمة الغرور.